السلام عليكم. مرحبا شباب، عاملين النهارده لعبه يو ماستر دول. هل تعالوا شباب هندخل نجرب مع بعض تشكيله البراندد تورنمنت، تشكيله التورنمنت مدمجه مع البراندد. خلونا نجرب نبتدي مع بعض، بس قبل ما نبدا نتفرج على الحلقه دي وسمعت الاذان قوم صلي، وما تنساش تذكر الله وتصلي على رسول الله، تروح تحط لايك عليه وتشترك على القناه. زي ما انتم شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم، ده شكل المجموعة. هنمشي كده في السريع مجموعة البراندد ديسبيا مع التيرلمنت. زي ما انتم شايفين كده، تراجيدي، ماكسي، ميرلي، هابينس، فالين اوف ألبز، الجستر اوف ديسبيا، عندك راينو هارت، المدورة، الديسبيا دراما، عندك بقى راي جيكي، كله عندك بقى، كله زي ما انتم شايفين كله. نمشي كده بسرعة، دارك رولر نو مور فيوجن، اهو ده شكل المجموعة. تمام، طبعا هي المجموعة فيها بعض الأوراق البراندد على التورنمنت. المجموعة محبشة، الإكسترا ديك الكيت كالوس والرول كالوس والكولايدو هارت، دول أساسي علشان التورنمنت، وباقي الوحوش وحوش فيوجن ليفل 8 علشان البراندد. زي ما انتم شايفين هي دي الوحوش الخاصة. طبعا في بقى هنا يعني ثلاث وحوش لينك، مش متأكد يعني هما دول أحسن حاجة ولا لأ، يعني ما احتجت لهمش خالص بصراحة. الثلاث أوراق اللينك دول على مدار مثلا يعني 10-15 جيم، ما احتجتش لثلاث وحوش اللينك دول خالص. فممكن نغيرهم، نشيلهم ونحط مكانهم أي وحوش تانية أكثر تأثيرا، أكثر استخداما، أكثر فاعلية. المهم خلونا نجرب المجموعة على هذا المنوال وندخل كده جيم، وإن شاء الله يبقى جيم جامد جدا بإذن الله. طبعا خلينا برضو نحط في الاعتبار إن إحنا بلاتينم، إن إحنا نجرب مجموعة في البلاتينم غير لما نجربها في الجولد، غير لما نجربها في السيلفر. مش كل الناس بتجرب المجاميع في البلاتينم أو الدايموند أو كده. إحنا هنجرب كده وإن شاء الله نتوفق يعني بإذن الله. ماشي، ننزل بالماكسي. اش بوظها خالص. بيلعب وحوش ووتر، بيلعب وحوش ووتر، وهنشوف دلوقتي، عايزين نعرف برضو بيعمل ايه. بيلعب راينو هارت، في تاكتيك، نبعت الهابينس، هابينس هتشتغل من المقبرة، ماكسي شت. هيسحب كتير قوي، هيسحب كتير قوي. انا مش هعمل سبيشال سامون كتير، مش هنعمل سبيشال سامون كتير، مش عايزينه يسحب. تمام، انا بس هلعب الكلايدو هارت بس. التأثير الاول والتأثير التاني، هنعمل افكت اكتيفيت للكلايدو هارت، هينزل تاني سبيشال ساوند. يا رب ما يسحب، هيسحب الحمد لله. سحب، هلعب الانفينيتي وهلعب الورقه التراب دي عشان نلعب كل حاجه. خلي براندد فيوجن دلوقتي.
ماشي. شغل الانفينيتي لقيت هارت، راح المقبرة رجع تاني. نبعت المقبرة مثلا، نبعت الهابينس، سلايد هارت هيشتغل تاني والهابينس هتشتغل. ماكسي تاني برضه طفايلي، عايش طفايلي عمال يتطفل مش مريح نفسه. هننزل بالكيت كالوس، الورقة اللي في الفيلد سبيل هتشتغل علشان في أوراق رجعت المجموعة تاني. الكلايد هارت اشتغل والورقة اللي في الفيلد سبيل هتشتغل برضو نفس النظام. صلاة على النبي. الكيت كالوس بيقول لك تقدر تجيب وحش، تقدر تجيب ورقة تورلمنت من المجموعة تضيفها لإيديك. ماشي، نجيب ورقة تورلمنت نضيفها من المجموعة لإيديا. ممكن نضيف لإيدينا الهابينس عشان لو عمل اي افكت اكتيفيت نقدر نلعب الهابينس من ايدينا. روعه روعه المجموعه، يعني اعتقد ان الامور كده بدات تتضح. لعب التريبل تكتيك، هيسحب ولا هينتش ولا هيجري؟ هياخد وحش. اختاروا انه ينتش، نتش الكيت كالوس. ده المتوقع، يعني كيت كالوس مش هيهجم بيه، ما عرفش يستخدمه كماتيريال، ما عرفش يعمل اي حاجه خالص. بس على فكره يعني لاحظوا ان حتى الان احنا ما استخدمناش البراندد خالص، يعني المفروض ان المجموعه دي مزيج من البراندد والتورنمنت مع بعض. لو احنا من ساعه ما بدانا ما استخدمناش البراندد خالص، تورنمنت بس. مع العلم كمان ان انت بتاخد نص المجموعه من هنا ونص المجموعه من هنا، احنا يعتبر كنا بنلعب بنص مجموعه. مجموعه جامده جدا حقيقي، مجموعة ممتعة. ان شاء الله الجيم ده نحاول ان احنا يعني نشوف حسب الورق اللي معانا ندخل ترندد على حسب المعطيات اللي معانا، يعني هنشوف هنركز اكتر على التورنمنت ولا على الترندد. بنلعب ضد بولو ديكوب اسمه كده. حلو قوي، حلو. نلعب هاند اوبننج، هنرمي ورقه من ايدينا ونختار ورقه، ننزل بالدراما. حلو الدراما،
الديسبلاي هيشتغل. اول ما عرف ان هي براندد اصابه الهلع، اصابه الرعب والفزع والهلع. اول ما عرف انها اول ما عرف انها براندد. حلوة قوي ماكسي، انا التاني ومعايا ماكسي. كويس والله. يلا بقى، بس ما تقوليش بقى انت معاك اش بقى. ماشي نبدأ. احنا هنلعب البراندد اوبننج. شوف بقى معايا الحته دي، تمام قوي. اتكلم انت برضه، يلعب تيرلي. ماشي. طبعا هنلعب ضد اوجاما اوباما، تمام. حلو قوي. هلعب البراندد اوبننج ومعايا ماكسي. هنسحب برضو معايا هافنس. لو عمل افكت اكتيفيت هعمل سبيشال سامون، وممكن اعمل حته فيوجن. هنشوف دلوقتي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. عندي فكرة حلوة قوي، عندي فكرة حلوة قوي. هنكسب بيها، هنكسب إن شاء
الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. هنعمل إيه بقى؟ بص الدراما هيبطل مفعول الكيد كالوس لان الدراما فراش ده هيشتغل والراينو هيشتغل والسكريم عندي برضو هيشتغل. انا متفائل بالجيم ده. طبعا الدراما اشتغل لان هو عمل حته فيوجن، والفيوجن اللي هو عمله ده الدراما بيشتغل. كل ما يكون في فيوجن بيحصل او اكسيس بيحصل او لينك الدراما بيشتغل بيبطل مفعول اي وحش من وحوش الفصل. طبعا هو هنا بقى تقريبا كده هيبوظ لي الدنيا. تعالي بقى الجيم بتاعنا بإذن الله. الجيم بتاعنا بإذن الله. أنا ممكن ألعب الدارك رولر نو مور بس مش هياخد دامج، فمش لازم إن احنا نعمل كده. هنحاول نكسب الدور ده. هو الدور ده يا اما بلاش.
ماشي، هلعب بالجستر اوف ديسبيا نورمال سامون، انا هحلبه خالص على الاخر، نحلبه على الاخر. نلعب الماكسي، نحلبه على الاخر. هينزل بالهابينس وهنسحب. حلو قوي، حلو جدا. فرند از ريد، نبتدي مع بعض. فرند فيوجن، احنا كده يعني وحش 3000. لو هجمنا نكسب، وحش 3000 لو هجمنا نكسب خلاص. خلينا برضو يعني ايه نجيب اخره. حاجة حلوة أوي، حاجة حلوة أوي أوي. بالتالي يعني افكتين كمان ويخسر. اتنين افكت بس. هو كده فاضل له اتنين. كده فاضل له افكت. تمام. على اخر لحظة. ماشي. احنا دلوقتي ممكن نهجم. ماشي. هلعب الكولد باي ذا جريف. وهنلعب الفرندد ان ريد. وهنلعب الفرندد بانش مينت، ونلعب كمان التيرلي مينت التراب. كل ده نلعب البراندد بانشمنت، نرجع التنين تاني. دي بقى اخر مرحلة، دي اخر مرحلة. برندد ان ريد،
بطل تأثيره. تفتكروا دي النهاية؟ هنشوف دلوقتي. هنلعب بقى الفالين اوف ألبز، ان شاء الله بقى دي تكون النهاية بقى. هينتهي هينتهي يعني هينتهي بجد مش كلام، هينتهي يعني هينتهي. سلام. نهاية؟ جيم طويل جدا، جيم طويل، جيم طويل قوي. يعني هو ست ادوار بس الدور طويل جدا. لو انا كنت بلعب بالتورنمنت بس اعتقد ان انا كنت هخسر، لكن البراندد التأثير بتاعها مهم جدا، الدعم بتاعها مش طبيعي. كان جيم طويل جدا بس كان ممتع، تشكيله جامده جدا. تخيل كده لما تدمج اقوى مجموعتين في اللعبه في مجموعه واحده، تشكيله جامده جدا. جمعها وجربها وتدرب عليها ان شاء الله تعجبك. ولو حابين نكمل بعض في فيديو ماستر زول، حط لايك شير كومنت سبسكرايب على الجرس، واستنى الحلقه اللي جايه. سلام.